المشكلات من طبيعة الحياة للإنسان المؤمن وللإنسان غير المؤمن. المهم أن المؤمن في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مجال المشاريع الدينية، في مجال المؤسسات الثقافية، في مجال المؤسسات الخيرية، في مجال المساجد، في مجال الحسينيات، في مجال الحوزات العلمية، في كل ذلك المهم أن الإنسان يتحمل المشكلات، أن الإنسان يواصل رغم المآسي والأمور التي تنتابه مما يقلق المشروع أو يقلقه نفسه. والمشكلات عديدة وكثيرة، منها المشكلات المالية، منها المشكلات النفسية والجسدية، منها المشكلات الاجتماعية، منها المشكلات السياسية وغير ذلك.